Welcome back to my YouTube channel. هيدا الفيديو مختلف لأنه he proposed. هيدا يوم حياتي. هيدا فرح وهيدي دينا. اخواتي صرنا اكثر من 10 سنين رفقه. هو اسمه ابراهيم وصار لي 12 سنه بعرفه. لطفنا حالنا ما نمنا الليالي كل شيء عملنا ترسلنا لهالنهار. عن جد مرقنا بكثير اشياء والحمد لله البروبوزل كانت مثل ما انا بدي اياها وما حسيت بشيء ابدا ولا كانت يعني ولا حتى خبر. She was so shocked and so shocked. ما شلت الماسك يعني كنت حاطة ماسك لأنه بتعرفوا وقت أنا ظهر بحط ماسك ما شلته قد ما كنت عم برجف وتوترت ما استوعبت اللي صار. بس عن جد كان نهار كثير حلو. إذا ما شفتوا الفيديو حطيته على انستا وتيك توك و subscribe and share. So كنا كلنا انا ورفقاتي كانوا هن واقفين برا. انا وصلت على المحل هو كان مستاجر فانيو هو اوتيل مثل بيت قديم اخذ الفانيو كله. انا كنت قاعده جوا عبال ما هن كلهم تجمعوا برا وحاملين ورود مكتوب marry me. طلعت لبرا بعيط لي بيقول لي تعال نطلع لبرا. سو بوصل وحاطط الغنيه اللي بتذكرني فيه انا وياه يعني وبلاقيهم كلهم واقفين حامين ميرمي وطلع الخاتم وهيك وهون انا صرت بغير عالم. احنا كلنا عم نبكي يعني كلنا بكينا. فوت شوفهم كلهم عم يبكوا والمسكره قاشت وهيك. عن جد كان كثير حلو. انا بعدني جديده على الاشياء سو عنا اليوم نحن يومين بعد البروبوزل. هو الاحد 18 نيسان 2021 he proposed. الكليبه نهار الاثنين نحن اليوم نهار الثلاثه. سو حياخذكم معي بهيدا الفلوج كيف حكون عم جهز للكليبه. سو اول شيء حنعمله هو انه نروح نلاقي شيء البسه لانه ما عندي شيء طبعا. رايحين مع امها لنعدي. يس سو مام هلا واصله وحنروح لا بيجيب شيء. سو رايحين انا وفرح ودينا وامي ننقي شيء تلبسه ان شاء الله نلاقي شيء. See you soon guys. سو خليكم معنا بهيدا الفلوج. ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وترنوا على الجرس تتعرفوا امتى عم ننزل فيديو جديد. لا هون انا عامله بس اعملها. My best friend is a stylist. هي من نحن وصغار هي بتقول لي انا بدي لبسك. يلا وصلنا. دينا ما رجعت اجت لانه عملت الفاكسان اليوم فحست حالها شوي تعبانه فهي عندي بالبيت ناطرتنا. سو اول possibility فرح لبقت لنا اياهم وماي سايز صغير مثل ناجح صغير مثلي. هاي مام ان شاء الله يزبط ان شاء الله يزبط. كثير عم بعمل ستريس. لونه بيج هيك ابيض يعني فيري فيري لايت بيج. لنشوف لابسها بس ما انغرمت. لا حلو حلو. سو لقينا هيدا الاوبشن هلا بدي اجربه. كثير انا هيك بيزبط على ماي سايز وناعم ولونه هيك رايق. شو قلبي بوبي هيدا كثير حلو بس قال كثير كاجوال. كثير حبيت هيدا انا بس ما خرجت لي بقال. اوكي سو قياست كثير اشياء واكثر واحد حبيته وارتحت له هو اخر فستان الاحمر اللي فيه هون هيك ستراس. سو حجزته حقبرم بعد وهيك كنت اكدت انه لقيت شفت كل الاوبشنز وبرجع
بنعمل the final decision. Hi guys, صباح الخير. اليوم نحن نهار الأربعاء وفقت, يعني obviously بعدني فايقة من النوم ورايحة دغري على محل تاني بالنقاش تجرب لقي outfit. إن شاء الله نتوفق بشي outfit. بعدين بدنا نوصي على كيك وبعدين بدنا نرجع على البيت وجاية تبع الفلاورز الورود مشان ننسق معه الارينجمنت اوف فلاورز وهيك. سو ايه ما لحق ركض بركض. سو اخر فستان اكتر واحد عجبني حطيته على جنب كمان. هلا رايحين على محل كيكس هون قريب من المحل توسع جاتو للطليبة طلبة وحنرجع نروح نشوف اذا في اوتفيتس كمان. يعني بدي امرق على كل المحلات اتاكد انه لقيت the perfect outfit. هاي فشبوش. هاي فشبوش. سو هلا طلعنا من محل الجاتوهات قال ممنوع نفوت قال باي واتساب مننقي الجاتو بس خلص ما حنضيع وقت حننزل تشوف اذا في بعض اوتفيتس وهيك وبهالوقت هي بتكون عم تبعت لي الصور الجاتوهات وان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله خير. في فستانين عجبوني هلا بدنا نشوف بعض دغري فرح اون ذا جو بلش تنبش عفتوا فرح من النوع انه بتفوتوا على محل ما بتلاقوا شيء بس هي بتلاقي لكم شيء. ايه هذا بكون شيء دقولي. فرح ماضي. عجبني فستان ساعة حدا ما بيحبه ابراهيم او ما بيكون عجبه او بيي ما عجبه هيك عم نقضيها. كثير عم بعمل ستريس ان شاء الله ليش ان شاء الله. اوكي سو هلا راجعين على المحل رحنا له اول شيء اليوم اللي بالنقاش ما زلنا بعدنا قراب خلص. I'm gonna go for the white and silver dress اكثر شيء عجب الكل وبيبقى بدي لبق له سكربينه سو ما بعرف اذا حلحق. هل كان اشتريت كمان الفستان الفوشي على فكرة كتير حبيته بلبسه على شي مناسبة later on وهلا عندي موعد الفلاور وهلكت وجبت سكربينة على فكرة بس ما لحقت صوركم لأن كنت مأخرة على الموعد كان بدي الاقي شي دغري. هاي جايز كيفكم؟ سو نحن اليوم نهار الجمعة امبارح كان الخميس وما صورت شي لأنه كانت الكاميرا مع خيي كان عايزها للشغل سو اليوم بعملكم الأبديت. مثل ما بتعرفوا نقيت الفستان الأبيض والسيلفر لقيته أكثر شي لابق على المناسبة وكتير زبط عليه قياسي وكل شي ولبقت معه. بعدين من بعد ما جبت الفستان رحت لبقت له سكربينة سو حفرجيكم إياها لونها فضي على لون الفستان وناعمه كثير حبيتها. هاي هي ليكو هيك عندها فتحه هون كثير بتطلع حلوه مع الفستان. وامبارح شو عملت؟ صبغنا الشعرات لانه شعري كان عندي كثير شعر ابيض هيدي شغله يعني ورثتها بالعائله سو صبغنا الشعرات وعملت حواجبي واليوم عملت ضفيره. So finally حطيت بالي سليبرز من اسي قلت اكثر شيء ناعم وكمان بيلبق على الاوتفيت. ومن ناحيه الكيترينج دغري دبرناها كمان نهار الاربعاء وعملنا ميتنج مع ذا جاي مشان الورود كمان نسقنا معه سو حنحط الوان لايت بينك وابيض وخضار من الورق سو كل البيت حيكون ورود ان شاء الله وحيطلع كثير حلو سو كثير متحمسه اشوف كيف حيطلع البيت.
واليوم يعني بيسكلي بس عملت ضفيرة وما عندي شيء، لأن أنا بحب أخلص كل شيء، ما بحب أترك شيء لآخر ثانية. بكرة السبت حنبلش نحضر البيت، يعني نشيل الأغراض ونظبط البليسمنت وهيك، لأنه حيكون في العائلة كلها، سو حنظبط القعدة بطريقة تكون مناسبة للكل. سو بكرة حنبلش نشتغل بالبيت، والأحد كمان سو بصولكن ونشوف شو بيصير. والتنين الخطبة، التنين حيكون ستريس شوي، أنا ميك اب وشعر وحيجوا يركبوا الورود وهيك، سو كانت ويت صراحة، بس نفس الوقت I'm stressed. هاي جايز، كيفكم اليوم؟ نحن اليوم نهار السبت، سو بقي يومين لتليبة خطبة وعم نحضر السيت اب البيت. اوكي سو هيك صار السيت اب البيت. بيجي بيجي بوي. اوكي هون وانا وابراهيم بالنص، وهون كمان مام وامه لابراهيم، وهيك حيقعدوا هون. حطينا الكراسي اللي بقيت هون هيك، بس يجوا رفقاتي بعدين فينا نقعد هون هيك. سو ان شاء الله كمان مع الورود حيطلع كتير حلو. Good morning guys، اليوم الطلبه خطبه، سو I'm super excited، وان شاء الله كل شيء يطلع حلو. هلا وصلوا تحت تبعوا الورود، او وصلوا هلا حنبلش نركب ال arrangements، و I can't wait to see حيطلع على البيت. هيك شو حلو هولي من فرح ودينا وفلو. ثانك يو رفقاتي بعتوا لي هون. يا شو حلو، يا وهون حطينا another arrangement. ليك شو طالع حلو، كله حيكون هول الالوان، الوان فاتحة، زهر فاتح وابيض مع تاتش اوف خضار. فوتوا على الانستا عندهم روني باسيل، عن جد ليكوا شغلهم شو حلو. سو حطينا كل الارينجمنتس لورود طالع البيت بجنن الحمد لله، وهلا عم بيبعتوا لي العائله ورفقاتي البيت، سو اي كانت ويت بس يمتلي البيت ورود. هلا عندي ميك اب وشعر بعد الظهر، وبعدين عم نبلش تصوير وبيجوا العالم بعد الافطار. كثير محمسه. هاي جايز، سوري ما لحقت احكيكم قبل لانه انعجقنا، كلهم عم بيبعتوا السبت زهور، سو كنا عم نشوف كل واحد وين بدنا نحطه. حطيت فيشل ماسك، شفتوا الجلو تو هايدريت ماي سكين، وهلا بس بدي نشف شعري شوي، بده يضل رطب، وروح اعمل ماي ميك اب عن محمد حرب، هو الوحيد اللي بعمل معه ميك اب. تعرفنا على بعض وقتها كنت اشتغل بلوغيال، هو كان يشتغل بلوغيال، هيز اميزنج، وبعدين رح اعمل شعري. سو يلا حاخذكم معي. طلعت هلا عند محمد حرب. اذا ما بتعرفوا محمد حرب فوتوا عنده على هيز انستا، هيز ذا بيست. وانا قلت له من داي 1 وقت تعرفت عليه كنا انترنز، يعني اذا هو كان بلش شغل انا انترن بلوغيال، قلت له انت حتستلم لي كل شيء، خذ بالعرس ان شاء الله. مذكره وقتها وعدتني، شي جيف مي بيور بروميس انه على عرسها انا اللي رح طعم اعمل لها ميك اب، لانه كبرنا سوا. سو يعني بيعني لي كثير انه هو يحط لي ماي ميك اب، من وين بلش ووين صار هون بباتشي روتشي بالداون تاون. I'm so proud of you. I can't wait انت تعمل لي ماي ميك اب. بس ليك الميك اب اليوم انت بعرف ببلش محمد بوجهي ما بقعد بدي وقت، اليوم بالذات بدك تعمل لي اياه سوبر ناتشرال. اكزاكتلي، وخفيف كثير، نبرز جمالها الحقيقي يعني ذا ريل فيتشرز. واصلا ما بدي كثير ميك اب يعني، صح ولا لا؟ سو على الخفيف قد ما يكون طبيعي كل ما احسن. خلص بدي روح هيك انا خطب شيء. لا يا اكيد لا. نكس شيء. اكيد لا. من هذه؟ مين هاي؟ عجب كيف منفوت لعندك وكيف نطلع. هديش طلع عمر هيك شو نام وحلو. Thank you. My pleasure.
منيح. خفيف ونظيف. ايه ما قوينا، هلا هو محمد إذا بده، إذا ما قلت له شيء كان كمل. لا دونت سي ذات، بالعكس أنا أصلاً أي بليف إنه حدا الفوكس عن هارو وعليه ما لازم يكون عن ميك اب، لازم يكون هيك إن توتال طلعة حلوة. And that's what we did, we embraced her beauty. خلص خلص. Thank you. ليكو قد يعني ما في منه هالمحمد، كثير بحب كيف يعمل لي ماي ميك اب. ما قوينا لاشز واللبس كثير حبيت الحوال، كل شيء كل شيء كل شيء. ثانك يو. وهيدي اللي تعرفنا عليها اليوم بتجنن. ثانك يو سو ماتش عن جد. هلا بدنا نروح نشيل هالنكشه وبعدين ببين على المضبوط كيف حنطلع. يلا ستي تيوند يعني. ايه هلا وصلت تقريبا عند الحلاق، حاعمل هيك ناتشرال ويفز وهيك اون ذا سايد، شيء فيري هيك رايق، مش انه رفع وهيك، بده شيء كثير رواق. سو هلا خلينا نشوف كيف حنطلع. هلا خلصنا من الشعر ورجعنا على البيت لانه عندنا نضبضب اشياء ونظبط الامور. البس الفستان، كانت ويت شوف كيف حيطلع ذا كومبليت لوك، بس كثير حبيت شعراتي وهلا هيك بينزلوا شوي يعني مش حيضلهم هيك واقفين، بس صيدينوني. وهلا لبست، سوري انعجقت ما لحقت اصور لكم، هيدي مام هي كمان لبست. وير سو اكسايتد. ما لبست الكعبة رافعة حالها. فهلا لبست، سوري اوضة كثير مكركبة والبيت طالع كثير حلو الحمد لله، كله هيك طالع ورود وهيك. سو دغري انعجقت ولبست وحضرت حالي وهلا تنشوف رياكشن خيي وبيي، بس شوفوا الاوتفيت. ابو بيتي ابو بيتي جمالك روعة. شو حلو هالفستان كله حلو. شاينينج دايموند. حلو سلم على الكاميرا قول هاي حبك. انا بحبك يا قلبي. لسه عم شوف كيف بيعمل جنبك وجنبك. تسعة إلا ربع. هاي جدو. هاي جدو. هاي جدو. هيك حبيبتي. I love you. حبيبة قلبي. مبروك مبروك يا حبيبي. نحن من الخطبة كانت من يومين، امبارح ما صورت شيء تاني نهار بعد الخطبة لأنه كنت كثير تعبانة امبارح و overwhelmed وكل العالم بعتولي messages وهيك وحتى صوتي شوي مبحوح. عن جد كان كثير كثير حلو الحمد لله الخطبة، عن جد كانت كثير حلوة وعائلته لخطيبة بيجننوا على سلامتهم وكثير انبسطنا فيهم، كثير انبسطنا بالقعدة، العائلتين اجتمعوا وقعدوا مع بعض. سو كانت كثير كثير حلوة الجامعة. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفلوغ وبدي اتشكركم كلكم 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 على كل المسجز اللي وصلوا لي، عن جد ما بعرف شو بدي قلكم، يعني بتمنى لكم كل الخير يا رب، كل السعادة وعقبالكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تلاقوا شريك بحياتكم بيعملكم منيح وبيسعدكم. سو سوري بح صوتي شوي. حبيت أختم هذا الفلوغ وقلكم انه ان شاء الله تكونوا انبسطوا بهذا الفلوغ وهيك عم بتشوفوا كيف حياتي عم تتغير step by step، هيك نبلش new journey سوا. وبدي قلكم انه بحبكم كتير وما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وترنوا على الجرس لتعرفوا امتى عم نزل فيديو جديد، وتعملوا لي فولو على الانستغرام وتيك توك، وان شاء الله بشوفكم next week بفيديو جديد. love you so much. bye.